اشتغل عشان اساعد اهلي، واهلي ابوي هيك ضاربي وجعوا، انا عم اشتغل عشان اساعدهم بالبيت. بطلت من المدرسه عشان اشتغل، وعندي اخين شهداء واخ معاق، وعم اشتغل عشان اساعدهم. هون نحن عنا بريف اللاذقي منطقة المخيمات، بسبب سوء الأوضاع فقر الأهالي عم يلتجئوا الأطفال للشغل بالمحلات عشان يعيلوا أهاليهم ويساعدوهم على المصروف على الأكل وعلى الشغل، وما عم يضطروا عم يدفعوا أولادهم الصغار عشان يشتغلوا، نحن بالمقابل عم نشغلوا شغلات بسيطة عشان يساعدوا أهاليهم، بالمقابل إنه عم يخدمونا ونحن عم ندفع لهم رواتب عشان يعيلوا أهاليهم ويساعدوهم على الشيادة. بعد ما تهجرنا من الضيعة، تهجرنا على الخيام، صارت أوضاعنا صعبة، لهيك عم نساعد أهلي. تركت المدرسة من سنتين بعد ما تهجرنا، جينا على المخيمات، وقفت المدرسة فترة، وبعدين ما رجعت لها، وصرت أشتغل ميكانيك، أصلح سيارات مشان ساعد أهلي وأقوم بحالي.